A car moves around a curved track as shown in the figure below. The instantaneous radius of curvature is indicated, اللي هو 210 متر. At the instant shown, the car's speed 220 كيلومتر per hour and the car is gaining speed at a rate of m 10 متر per second square اللي هو ال AT. السرعة عمالة تزيد على المماس للتراك اللي هو ماشي عليه. What is the car's normal component of acceleration؟ النورمال هي رايحة ناحية المركز. احنا عارفين ان ال A normal بتساوي ال V تربيع تقسيم ال rho. ال V عبارة عن 220 على 3.6 61.1 متر بير سكند، يبقى هيساوي 61 واحد تربيع تقسيم 210، يبقى هربع ده واقسم على 210. فالنورمال اكسلريشن 17.78 متر بير سكند سكوير. بيقول what is the magnitude of the car's acceleration؟ عايز الايه على بعض اللي هي هتبقى الجذر التربيعي ده النورمال مع التانجنشال، وبالتالي هتساوي النورمال اهي والتانجنشال هو قال لي 10، يبقى اقول هربع ده وازود عليه 100 واخد الجذر التربيعي 20.4 متر per second squared.